هلا بك أصيل، شكرا جزيلا للأرقام. يعني بداية، التحسينات اليوم اللي أعلننا عنها متركزة بشكل كبير في خدمات ما بعد التداول، وإذا حطيناها في إطار منظومة مجموعة التداول السعودية هي متركزة في شركتي إيداع ومقاصة. في تعديلات بسيطة على تداول السعودية، لكن جل هذه التحسينات تقع في مقاصة وتداول. التحسينات هذه تتركز على تغيير جذري في طريقة عمل أو سلسلة التداول في السوق المالية. طبعاً اللي أنا أتكلم عنه شيء لا يشعر فيه المستثمر النهائي، هي إجراءات بين المهام اللي تقوم فيها مقاصة وإيداع وأعضائها. الفكرة من هذه التعديلات مجموعة أهداف: تحسين البيئة أو البيئة التشغيلية والتشريعية لعمليات ما بعد التداول، أن يكون عندنا مرونة أكبر بتاحة خدمات إضافية فيها، يكون عندنا حكم أكبر للمخاطر المناطة في عمليات التسوية والمقاصة. اليوم مع هذه التحسينات نقول أن احنا اليوم سنحقق delivery versus payment، اوكي، اللي هي توصيل او ضمان النقد والورقة المالية في نفس اللحظة. ليش؟ لانه اليوم بتفعيل دور مقاصة بهذه التحسينات، مقاصة راح تكون مسؤولة عن هذه المناولة ما بين عندها الضمانات الكافية من أعضائها اللي يقومون بأداء أو تسليم الأوامر بناء يعني للمستثمرين، وعندنا في الشق الآخر إيداع. فالدليفري versus payment اليوم ستقوم مقاصة بإدارته بشكل كامل، فهذا يقلل بشكل كبير المخاطر. هذه إجراءات اليوم فنية قد تكون لا تهم جزء أو شريحة من المستثمرين، لأنه ما في تغيير عليهم اليوم في أداء الطلبات. لكن إذا أخذنا المعايير الدولية، وهذا اللي نخص فيه اليوم بشكل أساسي المستثمرين المؤسساتيين سواء المحليين أو الدوليين، اليوم في إدارة مخاطر التسوية والمقاصة، اليوم نقول أن التحسينات هذه سترفع من جاذبية السوق المالية السعودية بشكل كبير جدا. وهذا اليوم واحد من مستهدفاتنا، أنه اليوم نستهدف إضافة مستثمرين جدد، إضافة تداولات لمستثمرين مؤسساتين حاليين في السوق، لأنه اليوم زخم الإدراجات كبير، فيجب أن تشتغل أو تعمل بشكل متوازي من زيادة الإدراجات وزيادة السعة الأموال اللي قاعدة تدخل للسوق كأموال إضافية. فجاذبية السوق، المرونة لإضافة منتجات مالية جديدة، خدمات جديدة، واليوم المعايير الدولية اللي اليوم راح نطبقها راح تتيح لنا منافسة بشكل أقوى وأفضل مما كنا عليه. التحسينات ما فيها شيء يخص جذب شركات أجنبية، لأنه اليوم إذا تذكر العام الماضي التشريعات والنموذج التشغيلي أتاح الإدراج المزدوج في السوق المالية السعودية، فهذه متاحة من السنة الماضية. التحسينات هذه تخص البيئة التشغيلية والتشريعية لعمليات ما بعد التداول، وهذه اللي نقول بتزيد من جاذبية المستثمرين بشكل خاص. بالنسبة للإدراجات، لا، نظام التشريعي والتشغيلي موجود. اليوم احنا نعرج حديث مع كثير من الشركات في مراحل متقدمة، مع شركتين إلى ثلاث شركات في الخليج لتقديم طلباتها إن شاء الله للإدراج في السوق الرئيسي. كإدراج مستوج.
سؤال مهم. اليوم المفروض انه المعايير الأساسية هي الطلب، متى ما كان هناك طلب من المستثمرين لإضافة عقود لشركة بعينها، وهذا ما جرت العادة انه البورصة تضيف هذا العقد لأنه هي مجرد عقود. لكن احنا عرجنا انه احنا نبدأ بمنتج في البداية نساعده على النجاح، وعلى أساسه قررنا انه احنا نختار من 8 إلى 10 شركات نبدأ فيها، وبعدين تبدأ سلسلة نمو هذا الرقم حسب حاجة السوق وحاجة المستثمرين فيه. وش اعتمدنا عليه؟ اعتمدنا على معايير بسيطة، يعني كان في أساسها حجم الشركة، السيولة المتداولة فيها. هذه جزئين مهمة جدا في اختيارنا، لأنه متى ما كانت الشركة كبيرة وسيولة عالية فيها، التداولات معناته عالية فيها، فأنت قاعد تعطيهم خيار إضافي اللي ما نسميه البلج أو التحوط في هذا السهم. فاليوم تحقق أنه في سيولة في هذا السهم، حجم كبير للفري فلوت، اخترنا هذه الشركة أن سمبلي هذه، وهيكون البداية من 8 إلى 10 شركات، وتبدأ القائمة تزيد يعني حسب حاجة السوق. يعني اليوم احنا مركزين على اكثر من خط، يعني سواء في تداول السعودية او في داع او في مقاصة او في وامض. في عمل كبير في وامض على موضوع المعلومات السوق والتقنية في مجال الكابيتال ماركت او السوق المالية، فاليوم نعمل ونعرج. والعمل هذا ليس فقط خدمات راح نقدمها احنا، هي ايضا اتاحة المعلومات لشركاء لنا مرخصين مثل ارقام، متاحة معلومات بشكل افضل بطريقة افضل بطريقة اسرع لاتاحتها للمستثمرين. ففيها تكون اشياء مباشرة وفي اشياء تحسينات او غير مباشرة من خلال الشركات المرخصة لتوزيع معلومات السوق. الشق الاخر في وامض هي موضوع التقنية. اليوم احنا عندنا نرى انه عندنا فرصة كبيرة من خلال وامض لتقديم خدمات تقنية للشركات المدرجة للمستثمرين من خلال ديجيتال بلاتفورمز، يعني إتاحة سواء هي معلومات ولا عمليات يقدرون يقومون فيها مباشرة من خلال هذه التطبيقات أو البورتلز اللي موجودة. تركيزنا اليوم بشكل أكبر على توسيع نطاق الخدمات المقدمة من مقاصة. مقاصة شركة جديدة راح تبدأ اعمالها بشكل كامل في 3 أبريل مع هذه التحسينات، وهذا ترى التاريخ اللي راح تطلق فيه مقاصة بشكل كامل، لأنه اليوم مقاصة تعمل على تسوية فقط سوق المشتقات ولا يوجد لها أي دور في سوق الأسهم والسندات وخلافه. يوم 3 أبريل مع هذه التحسينات ستكون مقاصة مسؤولة بشكل كامل عن تسوية كل الصفقات في كل الأسواق التي تتيحها تداول السعودية. فهناك فرصة لنا كبيرة في تقديم خدمات إضافية مثل الريبو من خلال شركة مقاصة، الكولاترال مانجمنت اللي هي الضمانات اللي تقدم من قبل أعضاء التسوية. بس يمكن هذه أصيل خدمات أقرب ما تكون للأعضاء، مقاصة قريبة جدا للأعضاء، لا تتعامل مع المستثمرين بشكل مثل ما تتعامل مع مثلا الإيداع من خلال الجمعيات والتصويت الإلكتروني وخلافه. يمكن واحد من الأشياء اللي مركزين عليها اليوم بشكل كبير هي الإسراع في وتيرة إضافة منتجات إضافية لسوق المنتجات، سوق المشتقات. احنا تطرقنا إن شاء الله خلال الربع القادم هتطلق المنتج الثاني وهي Single Stock Futures.
ونعمل ايضا الى اتاحه عقود للخيارات اللي هي الاوبشنز خلال يعني كالمرحله الثانيه. يعني نتطلع ان شاء الله يا بنهايه هذا العام او بدايه العام المقبل تبدا المرحله او اطلاق الاوبشنز في السوق الماليه السعوديه. هناك عمل تقوم فيه تداول السعوديه على التحسينات على عملية الإدراجات في السوق، عملية الاكتتاب للأفراد في الاكتتابات الجديدة، وتقليل تكاليف الشركات المدرجة وزيادة فاعلية وسرعة اكتتاب الأفراد، إن شاء الله راح نتكلم عنه في وقته. يمكن هذه الأشياء الرئيسية لليوم مركزين عليها، وقد تكون يمكن المشتقات ومقاصة ووامض هي أكثر القنوات اللي اليوم مركزين عليها بشكل كبير لنمو أعمال الشركة إن شاء الله والسوق كذلك. إحنا اليوم إذا بنبغى نتحدث عن التأثير يجب أن نتحدث عن أرقام. اليوم سيولة السوق ما زالت سيولة عالية، اكتتابات زادت والسيولة كذلك عالية. من دراستنا لا نرى أنه فيه إلى الآن، قد يتغير هذا، لا نرى اليوم أنه فيه تجانس واضح ما بين الإدراجات والسيولة في السوق. يعني لا يوجد كولوريشن واضح بالنسبة لنا أنه فعلا هذا يؤثر على هذا. هي واحدة من الاحتمالات اللي يرونها بعض المحللين، لا نراها اليوم موجودة، نتابعها بشكل دقيق. قد تتغير الحال في المستقبل، لكن اليوم السوق مر باكتتابات كبيرة ومر باكتتابات متوسطة وصغيرة. إذا رأينا إنه السيولة اليومية اللي تتداول في السوق هي شركتين ولا 20 شركة، سيولة ما زالت سيولة متوفرة في السوق وتتداول ما بين هذه الشركات. واليوم لو تابعت السوق تلاقي شركة اليوم تتداول فيها تداولات 20 مليون وبكرة 2 مليون وبعد بكرة 300 مليون على نفس الشركة. هي عرض وطلب، هذه وجهة نظري. لكن إذا رأينا عمليات الطروحات، التغطيات عالية جدا، فقد تأتي يعني اليوم نقطة أخرى تناقش هل الاكتتابات تجذب سيولة إضافية للسوق؟ أنا من وجهة نظري أنه هذا واحد من الاحتمالات، ليس أكيد ولا أنفيه، مثل ما تأثير الـ IPOs على السيولة هي واحدة من الاحتمالات، ما نقدر نثبتها بشكل فعلي. لكن أنا أرى أنه في كل الحالتين الـ IPOs أو الطروحات تجذب أموال جديدة بلا شك. الطروحات قد تؤثر على السيولة في بعض الحالات وبعض الأيام، لكن احنا اليوم نرى ان السوق سيولته عادلة جدا، سيولة جيدة جدا حتى في زخم الإدراجات الكبيرة اللي اليوم يشهد السوق المالي.